لا ماشي انا عارف. بس هي احلى حاجه كانت المفاجاه لينا كلنا، حتى كمان وانت انت بتقول لي انا يلا تعالى علشان كابتن مفيش تعمل ورقه، حفله. طب حفله هقول فيها ايه الحفله؟ مفيش ورقه، انت فاهم؟ انا اللي ربنا بعته قلته ويعلم عليا ربنا والناس اللي عارفاني. انت واقف تقول من قلبك، لاني والكابتن محمود الخطيب بيقول كلمته، انا عمال ابص ورايا وابص على البرج وابص على الملعب. انت واقف في التتش برضو يعني، يا رهبه، مصنع الابطال، ده الملعب الشاهد على كل انجازات النادي الاهلي، مصنع الابطال. فجت في بالي جمله، كل نجيله فيه طبعاً بطوله وعرق طبعاً وكفاح طبعاً وقصه. فواقف يا كابتن كده، فمركز مع الكابتن قوي في كلمته، ومركز طبعا عشان اي حاجه هتبقى انت جاهز على طول، ومش عارف طبعا الكابتن هيقفل كلمته امتى او هيحصل ايه، فانت واقف مركز. فلقيت الكابتن محمود الخطيب عمل حاجه جميله قوي. فاكر جمله الاهلي لما يقول لك الرد في الملعب؟ لقيت الكابتن بيرد في الملعب، خلي اللي يقول يقول وخلي اللي يتكلم يتكلم، رد في الملعب. وما بالك بقى ان انت فعلا بترد في مختار التتش ده، انت بترد في الملعب فعلا. فلما رجعت خدت الكابتن قال كلمته، قلنا هنمضي البروتوكول. قلت يا جماعه في مقوله للاهلي على جاتني في ساعتها، ان النادي الاهلي بيرد في الملعب، والنهارده مش صدفه انك تبقى في مختار التتش وبترد في الملعب. جميل، تقول لي بقى اصل هي جت ازاي؟ ما فيش والله.